هناك ضمانات على المستوى الخليجي بأنه هذه الحرب بخلاصتها بنتيجتها مهما تمددت ومهما توسعت لابد بأن تصل إلى طاولة يجلس عليها الجميع. لذلك من هلأ بقول لك ما تستغرب بكرة إذا من ضمن ما بدأ الحديث عنه في الولايات في نيويورك تحديدا الكلام اللي سمعتيه من وزير الخارجية الإيراني، الكلام اللي سمعتيه من الرئيس الإيراني نفسه عن الاستعداد أنه نحن لسنا هواة حروب إنما نريد السلام في كل المنطقة. نعم. قال سلام في كل المنطقة، هو تمهيد أن أي حل على مستوى المنطقة وهو مرتبط أيضا بالأمن الإقليمي لهذه المنطقة لا يمكن أن يتحقق من دون إيران. ماذا يعني ذلك؟ يعني الطاولة بعد هذه الحرب التي سيجلس إليها الجميع والتي هي شبيهة بمدريد سيكون هناك ضيفا جديدا يجلس إليها هو الإيراني حتى لو كان الإسرائيلي جالس إلى هذه الطاولة. هون مسؤوليتنا نحن في لبنان. لحديت هلا خليني أنا يعني نبعد عن مسألة الانفعالات وعن مسألة نظريات المؤامرة عن مسألة محللي استراتيجيين لفريق الممانعة اللي بس تسمعين بتستفري. حزب الله لحديت الآن بالأداء العسكري الميداني بالمعلومات أيضا مش بالتحليل يربط هذا الأداء العسكري بالمفاوضات السياسية التي يقودها لبنان على المستوى الرسمي بثنائية ميقاتي بيري، ولكن أن تكون الكلمة الفصل بالنعم أو بالله للرئيس نبيه بيري. نعم. عمليا حتى المواجهة العسكرية التي يخوضها الآن حزب الله في الميدان، نوعية سلاح جديد الذي يدفع به إلى الميدان أيضا مربوط بتطور المفاوضات على المستوى السياسي للوصول إلى حل. لماذا يفعل حزب الله ذلك؟ كمان بالمعلومات يفعل ذلك لأنه الإسرائيلي أبلغ إلى الأمريكي، وهذا الذي نقله هوكشتاين بالاتصالات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين، أبلغ أنه يريد التفاوض على الحل على الحل في على الجبهة الشمالية يعني مع لبنان تحت النار وليس على البرد، يعني بده يفاوض على الحامي. يعني الإسرائيلي ذاهب إلى مزيد من التصعيد على قاعدة أن هذا التصعيد يحقق له مكاسب في المفاوضات. ماذا نفعل في لبنان نحن ساعتها؟ شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ بنروح بننتخب رئيس جمهورية هلا أو بننطر التسوية؟ عم تسألني أنا رأيي؟ في شيء بحث بالاجتماعات الغير معلنة وعلى أعلى مستوى أنه انتخبوا رئيس جمهورية ليكون من خارج كل الأسماء المتداولة. من خارج كل الأسماء المتداولة لحتى هو يخوض المفاوضات. أنا ولا ما عم حلل جوزيفين، بعرف وليس كل ما يعرف يقال. وهذا الرئيس الجديد لي من البداية كمان قلت معك من زمان من وقت اللي غادر الرئيس ميشيل عون قصب عبده يمكن من اليوم الثاني أو الثالث طلعت معك لن ينتخب رئيس جمهوري للبنان إلا إذا كان قادرا أن يتكلم مع الجميع في الخارج وأن يتكلم مع الجميع في الداخل. بالداخل. نعم. من هو هذا الرئيس؟ من هلأ أبقلك صار موجود بعواصم القرار بس بيبقى التوقيت. هل ينتخب قبل التسوية أو يكون متزامنا مع التسوية؟ أنا باعتقادي سيكون متزامنا مع التسوية.